لك على مود نذر، أنا ناذر لابني. نذر ايش؟ نذر نذر ايه نذر عندي واحد من هو اللي قوة نجح من السادس، كل سنة أنقي عليها وبعد ما ينجح. الحمد لله قرت عينك. بعدي قوة قوة نجح، نذرت له بعير. ما شاء الله ما شاء الله. ايه هو قلت له وجه الله اذا نجحت اقول لك بعير، انا نذرت نجح السنه. نذرك شرعي لو عرفي؟ والله ما ادري سيد، انا ايش لوجه الله انا نذرت، قلت له وجه الله اذا نجحت السنه اسوي لك بعير. هسه هو نجح، بعير ما عندي وحايل. زين بالله العظيم سيد وحايل بروحه. من باب اللطيفه ابو عبد الله اقول ابنك ايش قد وزنه؟ كبير عمي. كبير. كم ساقط بالسادس؟ كم سنه بالسادس؟ سنتين وعشرة. مو هوايه. زين مو هوايه. ميس من عند انا والله ميس من نفسي. على اي حال النذر مو واجب عليك يا ابو عبد الله، ريحتك ان شاء الله. النذر مو واجب عليك لان هذا نذرك نذرك مو شرعي، بس انت على اي حال انطي فد شيء ولو هذا على اي حال على بسبب نجاح ابنك سوي لك فد ديج فد دجاجه، وان كان الله يوفقك سيد. البعير مو واجب عليك. حياك الله عيني.